حدثنا قتيبه حدثنا اسماعيل بن جعفر عن موسى بن عقبه عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابيه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اري وهو في معرسه بذي الحليفه في بطن الوادي فقيل له انك ببطحاء مباركه فقال موسى وقد اناخ بنا سالم بالمناخ الذي كان عبد الله ينيخ به يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اسفل من المسجد الذي ببطن الوادي بينه وبين الطريق وسط من ذلك